كانت في أيدينا فدك من جميع ما أظلته الشماء نبالي. هذه فدك لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل هذه الآية: وآتِ ذا القربى حقه. نزل وشرح الأسباب. جبرائيل يقول للنبي: هذه الصبي هي ابنتك فاطمة صلوات الله عليها، هذه بنت خديجة، خديجة جميع أموالها أنفقتها في سبيل الله، ها؟ اشعدها أموال، اشعدها إبل، اشعدها أغنام، اشعدها تجارة. كانت مكة كلها تقدر تقول الجزيرة العربية تضارب بأموالها. هالأموال هائلة ساقتها وأمرت منادي نادى أن جميع ما أملك هو تحت تصرف النبي، يتصرف به في سبيل الله. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وآله ينفق هالأموال في سبيل الإسلام، حتى وصل الأمر بها إلى أن كانت تنام على جلد كبش، ما عندها فراش، جلد كبش تنام عليه. طيب، هذا كل أنفقته. جبرائيل يقول للنبي: هذه على الأقل يعني من الوفاء، من الإنصاف أن بلغة تبقى إلها ولأولادها قطعة من الأرض. هالبستان هاي تعتاش منه، هذه الله يأمرك أن تعطيها لفاطمة. استدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنحلها فدك، قال هاي نحلة هبة، وجماعة قاعدين شهدوا لها، وبالإضافة إلى ذلك أخذتها فاطمة سلام الله عليها. تقريبا 6 سنين أرسلت فلاحيها هي بإيدها، 6 سنين. وطبعا ما عندي مجال أشرح لك ملابسات اليد شنو هي عند الفقهاء. اليد إمارة على الملكية، وهالتصرف كان يوحي بأنها ملكها في أيام النبي، والنبي صلى الله عليه وآله بمرأة من وبمسمع. شوف الزهراء تتصرف، هي كانت مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، شيء خاص للنبي، والنبي وهب لابنته، وكانت الزهراء يدها عليه. فبالإضافة إلى دعوى النحلة، وبالإضافة إلى دعوى الميراث، وبالإضافة إلى دعوى شهم ذوي القربى، كلهن هذني ما شفعا للزهراء أن تبقى محتفظة بهالقطعة من الأرض. ود وراها الخليفة، أرسل وراءها وقالها: هذه فدك، أنا مبلغ علمي أن النبي ما كان يعطيكم واردها كلها لكم، هاي كان يعطيكم اللي تحتاجون من عنده، وبالفعل أنا أعطيكم اللي تحتاجون منه، هاي لازم تعود إلى بيت المال. أخرج فلاحي فاطمة من فدك وأخذها، استرجعها، وصارت الحادثة اللي أدت إلى ذلك السجال، وقفة الزهراء وهي يومئذ في عمر الورد، صبي، وقفت بها الخطبتين الهائلتين، خطبة في مجلس الخليفة والخطبة الثانية في نساء المهاجرين والأنصار. أي في مجلس الخليفة الخطبة الطويلة: الحمد لله على ما ألهم، على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أشداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، نأى عن الجزاء أمدها، تفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجلالها، إلى آخر الخطبة. خطبة طويلة يعني عشرات الصحف، يعني حوالي 30 صحيفة. ومع ذلك لما مرت إلى موضع الاحتجاج قالت: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظو لي من أبي؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها؟ أدلة الميراث، أدلة الميراث أدلة عامة، أكو آية تطلع أبوي من هالعموم هذا تخص لهالعموم؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتورثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك
فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. على كل حال إلى آخر خطبتها سمعت نفس النغمة، ما أصنع، سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد. شافت أكو إصرار على أن تمنع من فدك، رجعت هذه العزيزة، هذه الشجنة من رسول الله، وعبارة بعض المؤرخين تعثر بأذياء للخيبة والفشل. وين مرت اجت انعطفت على القبر، صار دربها على القبر، قعدت يمنك. نفسي على حشراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات، أبا لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.